النهاردة هنعمل مع بعض رغوة نسكافيه جامدة جدا، وكمان الطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخد في ايديك وقت، فيلا بينا نعملها مع بعض. اول حاجة هجيب عندي شوية مية واغليهم كده على النار، وهجيب العلبة اللي هعمل فيها، وبعد كده هجيب النسكافيه بتاعي، وهجيب الكوباية دي لان ديت اللي هعاير بيها، هعمل الكوباية كلها نسكافيه، وهبدأ احط النسكافيه في العلبة بتاعتي، وهجيب برضو نفس الكوباية امليها سكر عشان ده هيبقى المعيار بتاعي، وبعد كده هجيب شوية مية اللي انا غليتهم وهضربهم بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما لونها يبدأ يفتح معايا، وهفضل اضرب فيها كمان لان انا محتاجة لونها يبقى افتح من كده. وبعد ما ضربتها شايفين لونها بقى فاتح ازاي، طبعا هقدر اخد الكمية دي واحتفظ بيها في التلاجة، اطلعها في اي وقت، وعملت معايا كمية حلوة وجميلة جدا. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وباي باي.